هذه العائلة من ضمن العائلات التي شملها قرار الترحيل وإعادة الإسكان بعد أن كانت تقطن أحياء سكنية هشة لسنوات. السلطات زرعوا معنا وشافوا وكانوا يخرجوا لينا، كانت زيشتة وكانوا يخرجوا لينا، ما كانوا يخلونا الحمد لله يا ربي، كانوا صح حاسين بينا، قال لك يا ودي صح، كانوا يقولون يا ودي مرحلة وتجوز والحمد لله. وزدت ما وعشت ما واليوم الحمد لله كثر خير دولتنا. العملية مست 22 عائلة تم ترحيلها إلى 3 مواقع سكنية على مستوى دائرة سور الغزلان. السيد والي الولاية أعطى تعليمات بضرورة القضاء على كل السكنات الهشة المحصاة سابقا، والمجهودات ما زالت مستمرة إن شاء الله باش نسكنوا المواطنين اللي ما زالوا يعانيوا من ظروف سكنية صعبة. عملية الترحيل هذه تعد الخامسة على مستوى دائرة سور الغزلان والثامنة عشرة على مستوى ولاية البويرة منذ نوفمبر 2022، تندرج ضمن مساعي السلطات في توفير سكن لائق وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.